كي كنت في الجزائر عايش في الجزائر كنت نيماجيني شغل كيهضروا على اوروبا ولا الريح ما ولا تحومه ولا نقصوا على الاوروب. قعدنا هضره واحده وتخمام واحد سيكو الاوروب سي لا بيل في. خوتي وخياتي اليوم راح نحكي لكم على حاجه اللي عشتها انا يا عاود بلا مكان انا كي كنت عايش في الجزائر. والله ما جوغيتي منكم نتوما اللي هو عايشها دوك سواء في الجزائر ولا تسكن في المغرب ولا تونس ولا ليبيا مصر اي بلاد تسكن فيها راك تعيش واش عشت انايا. تخمام واحد 90% عندنا تخمام واحد خاصه حنا كي كنا اللي ما مشاش لاوروبا ولا اللي جامي ما طلع لاوروبا عنده تخمام كيما كنت انا نخمم اللي هو نيماجينو في اوروبا جنة. اوروبا ماشي النار باش ما تخاش كاين الناس دوك يبدا يقول لك راه انت ساكن في اوروبا وراك تمشر فيها. مانيش مشر فيها راني حاب نعطيكم لا فيريتي لا بيرمو يعني الحقيقه تاع الصح واش كنت نيماجيني وكي جيت واش لقيتها ونحكي لكم على واش كنا عايشين واش الناس عايشه هنايا ونحكي على النظره تاعنا حنا كي كنا في البلاد كيف نشوفوا في لي زيميغري ولي زيميغري كيف يشوفوا في البلاد وخلطها تصفى. المهم كي كنت في الجزائر كنت نيماجيني الاوروب شغل لا بيل في طوموبيلات الفراشات ما على باليش انا التحواس تبياش الماكله بيان الطوموبيل ما على باليش تقلاش ونقول بلي كي تطلع لاوروبا دير تاويل وتعاون روحك وتزوج ما تعاون داركم وتبني وما واحد اللي غاف اي بورتو كي تطلع هي كلام انا ترياليزي بزاف اللي غاف تاعك اللي ما رياليزيتوش بلادك ولكن مش كيما كنت نيماجيني. حنا كي كنا في البلاد شغل كامل عندنا فاميلتك عندك خالك وليد خالك وليد عمك على باش انا ساكن في فرنسا في طليان في امريكا ما باش نبرت كالبلاد نيماجينيو باللي نيماجينيو فيه باللي لاباس به هو وما حبش يبعث لك ايفون 13 وتقول عليه انت مسمار. هو صح كاين عباد مسمارين يجي نهار يهبط البلاد يجيب لك هذيك القمجة اكارو 44 يشريها 3 ولا 4 ولا ما باش ويجيبها لك وانت ما تجيكش حتى ما تلبسهاش وتقول بعثها لي خالتي هذه هادو كاينين هذيك الفئه بيان سور. تما كنا نيماجينو فيهم باللي فري لاباس بهم. نهار طلعت اوروبا شغل نقول لكم تصدمت صافي با تصدمت من حاجه ماشي مليحه بصح تصدمت باللي كنت غلط باللي كاين بزاف افكار بزاف لي زيدي في كانوا في راسي كنت غلط فيهم. نهار طلعت اوروبا عرفت بزاف امور وعرفت باللي المعيشه اللي انا في اوروبا ماشي سهله كما كنا نيماجينيو ماشي صعيبه ثاني كيما صعبوا لك المفشيلين بصح ماشي سهله كيما كنا نيماجينو. هنا باش تشري زعما دير المرسيدس والفيراري والبورش وكذا ماشي حاجه سهله. هنايا في اوروبا سي فري كاين امور بزاف ملاح تكون خدام تعيش تاكل مليح تلبس مليح تسبيرمي تشري تليفون تشري تلفزيون شباب تشري طوموبيل تخلص كراك فان دو موا ولا فان دو موا تخبي شويه دراهم الا يعني ما كانوش عندك دراري بزاف ولا تقدر خطره في العام تروح دير فواياج انت بروحك ولا انت ومرتك سواء تهبط البلاد ولا نابورتو تقدر هاد الامور هادو تلقاهم نهار تكون خدامه بكوارتك تلقاهم يعني سي لا فيريتي. واش لهنا لابي خاوتي سورتو سورتو لابي لهنا شغل ما تاديش ما ديش مشاكل بدا ما كاش اللي يدنا لك ما كاش حتى واحد غيكسر لك راسك ما عندكش هذاك الكاسموتات ولا بريسيون تحب باغ اكزومبل تحب تخرج ولا راك تشوف لا بلاص نقيه الناس اون كوب الخارجين ما كاش اللي يجي يكسر لك راسك ولا يدير لك لا بريسيون ولا تخاف ولا تخرج انت ومرتك ولا برا تصوت تبانيكا ما كاش وين تريح ما كاش لوسخ هذيك امور بزاف تلقاهم شغل فيهم لي زافونتاج قلت لكم سورتو سورتو لابي. اما ليماجيناسيون اللي كانت على الكوتي تاع الدراهم وكذا هنا تخدم قسمه تاكل تشرب تلبس مليح تاكل مليح تشري طوموبيل تهلا في روحك كذا بالك تقدر تعاون شويه داركم مره على مره تعاون شويه داركم مي ماشي طوطو ماشي او بوا وين ماشي تقدر تشري ايفون تبعته لاصحابك كادو تقدر تشري لنا ايفون 13 وتبعته لصاحبك باش ما يزعفش عليك ماشي كيما كاين الناس ايماجيني بلي انت تسكن في اوروب تقدر تسلف له دراهم باش يبني فيلا في الجزائر شغل نو سا سباس با كوم سا بالك كاين واحد ولا يقدر يعاونك بصح ماشي كامل لا ماجوريتي لهنايا يخلص فوق الصالير فوق الصالير يعني فوق صالير دو باس تاعو فوق صالير دو باس تاعو قسم يعيش هو مليح ماشي يعيش هو مليح ويعيشك انت في بلاد واحد اخرى مليح علاش لان كي تطلع طاق على من طاق ما كاش اللي يرفدك
خوك ما يقدرش يزيد لاشارج على روحه، بالك يدي بانيك شهر شهرين وبعد عم حوف طالع لاوروبا حوف، ما تطلعش انت تطبع في واحد يعيشك اكزيستيش هذه، باسكو هو مطلع بروغرام تاعو يعيش روحه ومرتو ولاده ولا عنده، هذا ما كان صح. دي تطلع انتايا وتاكل عليك شي واحد يعيشك عنده ولا ما يعيشكش عنده تزعف عليه، لا لا هذا كاع كنا غالطين في الحسابات هذوما، كنا نيماجينوش انت عندك خالك وليد خالتك ما لاباش في اوروب تروح تري عنده سي موا نورمال، يا ما تكزيستيش هذاك كي تدخل لهنا في اوروبا تفهم هاد الامور. وخوتنا هنا المغتربين بصح كاين واحد الفئه اللي راح نهضر عليها، واحد الفئه تاع واحد 20% باسكو 80% ما يديروهاش، بصح كاين واحد 20% هي الفئه الخامجه اللي خمجت لنا لي ماش تاع اوروبا في البلاد. علاش كي كانوا يهبطوا هاد 20% كي كانوا يهبطوا البلاد يجي تقول عليك لابا شي نو فرونس ولا اون ايطالي ولا اسبان، يبدا يرجع حالك هو عايش بشوماج ويرجع حالك جنه، يقول لك انا عايش بيان هذيك لي سواغي، من يبدا يخرط عليك وهي ما كاش منها. الوغ هما اللي خلاونا نيماجينيو بلي اوروبا سهله او بوان بزاف سهله، هاد 20% وهاد 20% هما اللي عايشين في الفقر، باسكو 80% هذوك اللي خدام نورمال هذاك كيهبط البلاد تلقاه متواضع يعطيك لا فيريتي، يقول لك رانا عايشين نورمال، هادو حوايج ملاح هادو حوايج ماشي ملاح، تقدر تعيش انت تحب تطلع لاوروبا مرحبا بك، لازم تكون خدام تكون سيريو، ماشي من هذوك 20% يرجع لك غير هو اللي عايش لاباب، هذوك 20% هما اللي عايشين فريمون سوسيال، وهذوك 20% هما اللي عندهم نظره مختلفه على وليد البلاد، سواء بنات سورتو البنات سورتو السوسيالات، ماشي كامل راني يعني نعاود باش ما تبداوش تقيو في لي كومونتير، ماشي كامل صحيح نهضر على 20% هذوك تاع الزمنقر، هذوك السوسيالات شغل كي تهضر على وليد البلاد شغل تيماجينيك انت شغل طبقه ما تكزيستيش كاع بليدار، تقول لك سورتو فرنسا هنا في طاليان شويه سورتو فرنسا يقول لك بليدار، شغل يحسبك انت شغل هو طبقه سوبيريور ايميغري طبقه سوبيريور، وانت عايش في الجزائر انت طبقه ولا في المغرب ولا تونس انت طبقه انفيريور، مام عندك في راسك جبلت وزن جبل مام توي مربيك خر منه وعاقل خر منه انتيليجو عليه وقاري عليه ولا ما علاش انا انت خر منه في امور بزاف، تا يحسبك انت طبقه سفلى ونهار يهبط البلاد يهبط يتكوار عليك ولا هي تتكوار عليك فاميلتها ولا وليد بلادها تبدا تكوار ويتكبروا عليك ومنا ويوري لكم في ليماج اللي ماشي صح. علاش ما يقدروش يديروها مع المغتربين؟ باسكو المغتربين يعرفوا لا فيريتي، بصح يديروها مع الناس اللي ما طلعتش اوروبا ولا اللي ماشي عايشه في اوروبا. هاد 20% هادو ما خاوتي ما تامنوهمش فري فري ما تامنوهمش، باسكو هما اللي يغرسوا كيما غرسوا في انا في الناس واحد اخرين فيكم نتوما يغرسوا النظره الخاطئه على اوروبا، على بان الناس كي تطلع على اوروبا ومن بعد دي ديكوفري حوايج واحد اخرين بلي ماشي كيما كنا نيماجينيو، على بان راني ندير لي فيديو هكا باش نعطيكم لا فيريتي باش نهار تطلع ما تشوكاش، مانيش نقول لك ماشي مليحه كامل ارض ربي كاع مليحه ويكتب لك ربي رزقك وخدمتك هذيك هي بلادك، يعني تقدر تعيش في الجزائر ولا تقدر تعيش في اوروبا هنا في ايطاليا في فرنسا في لابورتكا البلاد، ولكن ماذا بيا شكون تكون عندك فريمون فريمون ليماج تاع الصح على اوروبا. 80% الناس الاخرين لا لا سوا حراقه ولا مغتربين ولا ولادها ماشي ولادها ما نقولوش عليهم نهضروا خاصه على المغتربين، سوا عنده 10 سنين ولا 15 سنه ولا 30 سنه ولا عام تلقاه لا تبهمو ستاد لا تبهمو يخدم التي بكره لي فاكتور تاعو هذيك يعاون شويه دارهم بالك يعاون خاوته ما لاباش لا يقدر في قدر المستطاع، ولكن ما يكذبش على ولاد بلادو ما يقولهمش كل الساهل، يقول لك كاين امور ملاح كاين امور ماشي ملاح، كتب لك ربي وطلع اطلع جرب حكمت لك اللهم بارك ما حكمتلكش عاود تهبط. وهادو ما تلقاهم كي يشوف كي هنا في اوروبا كي يكونوا نهضروا ويهضر على وليد بلادو يقول يا حليل يا حليل علاش لا، باسكو انت الا ما عشت انت في الجزائر ولا في المغرب وما عشت الشوماج وما عشت الميزيريه وما عشت الفقر ما تقدرش تحس بهذاك الشاب اللي حاب يروح لو حاب يهجر لو حاب يحرق، ما تقدرش تفهم علاش راه حاب يديرها، بصح لو كان عشتها انت تفهم علاش حرقنا وعلاش الناس راهي تحرق وعلاش راهي تجرب. انا شوي كونتر البوطي، ولكن كي نشوفوا البوطيات هكا كل يوم يخرجوا شغل احكم اللي جانا هذوك سقسيهم علاش، كي تعرف علاش حاول تلقى الامور هذوك، ماشي ما كاش الحلول وراك تحاسب على جان تقول له علاش تخمم في الهجره، علاش راك حاب تحرق؟ وانت ما عندكش الحل، اعطي له الحل ما يحرقش، ما تعطيهولوش الحل ما تقدرش تحاسبه ولا تتهمه، قلت لكم انا مزيان عوده انا كونتر الحرقات على البوطي، ولكن ما نقدرش نلوم هذاك الجان هذاك 100% باسكو كاين عوامل بزاف اللي خلات الجان هذاك ديزيسبيريك راه حياته ما عندوش ليسبور يولي يحوس غير كيفاش يخرج
ويماجيني بهذوك 20% تاع السوسيال اللي يعطوا له فوس انفورماسيون على اوروبا، يبدا يماجيني في اوروبا حاجه سهله يقول لك صاميغيت ريسكي حياتي في البحر. فوالا انا هنا قدام البحر وراني نيماجيني في مصاغه مساكن اللي يونجاجي هكاك. دوكا كانوا مالو غير لي جان، دوكا ولاو لي جان. لي جان في رجال بنساهم بولادهم صغار، يريسكي بيه مرتو بولادو، الله يجعل خير. المهم هنا اوروبا خاوتي، كي دخلت اوروبا تعلمت بزاف امور، اعوذ بالله من كلمه انا، تعلمت بزاف امور من عند لي زونسيان، يعني من عند التجربه تاعي ولا من عند لي زونسيان. باسكو هنا تلقى ثاني تلقى لي زونسيان اللي كاين اللي يوري لك صح، يعطيك المعلومه صح، اللي يحب لك الخير، اللي هذوك اللي تسمع لهم، هذاك اللي فشلك ولا هذاك اللي باتك تسرق ولا هذاك اللي باتك الحرام ولا هذاك اللي سهل لك الامور ولا هذاك اللي ما يسهل لكش الامور، هذوك كاع خطاك نقسمهم. تبع الانسان اللي يمد لك النصيحه، اللي تحس بلي يحب لك الخير، وتلقى دائما يمد لك نصائح ملاح. تبعت الناس هنا ولقيت بلي عندهم الحق، يقول لك اخدم خويا كونك وليد فاميليا تعيش، قسما بالله غتعيش كونك وليد فاميليا. صدر حاول انك ما تسرقش، ما تكذبش، ما تتعاملش مع الناس بطريقه ماشي مليحه، ما تكونش اغريسيف، ما هذيك هذه بزاف امور. وحوس على خدمه تعيش، تحقق الاحلام اللي ما قدرتش تحققهم. ما نقولكش انا ماشي طلياني، بالك الحلم تاع الطلياني يشري فيلا ولا بيسين، بالك يشري لومبورغيني، بالك ما على باليش انا يشري طياره هليكوبتر. تاع الجزائري انا جزائري، انا الحلم تاعي ما كانش نشري هليكوبتر طياره. الوغ كاين الناس يقول لك علاش الطلاين راهم يهاجروا من الطليان، ولا علاش لي فرونسي يهاجروا من فرنسا؟ واش دخلني انا في الطلياني؟ انا الجزائري، انا كومباري بالمعيشه اللي عشتها انا في البلاد. تقول لي انا الطلياني علاش هجر؟ الطلياني الا كان هو موالف موالف بالمرسيدس ولا موالف بالاونو ولا موالف بالفا روميو وتحوسوا وحاب يشري فيراري ولا بورش ولا الحلم تاعو. انا كان الحلم تاعي ما عنديش الفا، الحلم تاعي الفا، فاهم؟ ما يهمنيش انا في الاوروبي نحوس. انا كجزائري ولا انت كجزائري ولا مغربي ولا تونسي، واش راك عايش واش راك حاب تحقق؟ تعيش راك حاب تعيش خير من العيشه اللي عشتها في بلادك، صح؟ باش تعيش معيشه خير من العيشه في بلادك سهله. كي تكون انا في اوروبا كونك وليد فاميليا، حوس على خدمه حاجه الاولى، حوس على خدمه، على خدمه والحاجه اللي تمشيها معاها تحطها هنا بين عينيك هما الاوراق. نهار دير الاوراق وتكون خدام وتكون وليد فاميليا تعيش لابالفي. لابالفي مانيش نقول لكم لابيسين، لابالفي انك تكون مهني في راسك، تقدر تشري طوموبيل، تقدر تخلص تكري، تقدر تتزوج دير دراري توكلهم تشربهم تعيشهم مليح تقريهم، تقدر خطره في العام تروح دير فاكونس، تقدر تهبط لبلاد خطره في العام، خطره في العام تقدر تلم شويه دراهم، ما حبيتش تنحي شويه ما تشريش حوايج ولا هذيك ولا ما على باليش، تلم مره على مره تلم شويه دراهم وتبعثهم لخوك. تعاون كي تعاون خوك زعما ب 500 اورو ولا الوالد تاعك ب 500 اورو ولا 1000 اورو، يعني مينيموم تعاونوا هكا، هذيك ال 1000 اورو في البلاد كيقلبها يقلبها 20 مليون يدير بها امور، يسير لك روحه شهرين 3 شهور 6 شهور، بالك يسير لك دينو بالك. ها وهنايا نقول لك باللي انت نجحت. خاوتنا الا تستنى فهذاك فاميلتك ولا صاحبك اللي يبعث لك، اللي هو عايش هنا في اوروبا يبعث لك ايفون 13 والدوز ويبعث لك تشري طوموبيل وتخلص الكريدي تاع البنكه تاعك وفيلا، غنساها غنساها. ولا تيماجيني تطلع لهنا ثاني وراح دير البورش، ان شاء الله قاعد ديروها البورش وفيراري وتلقاهم على الطابله هكاك، انساها ثاني. طيب لك تيماجيني ثاني باللي تطلع لهنا وراح تفشل، تجي لاوروبا وتفشل، الا فشلت انت سبت على روحك، انت تبع طريق ماشي مليحه، لا تبع طريق مليحه ما تفشلش وتحقق بزاف احلامك. بزاف بزاف. قلت لكم الحاجه الدرجه الاولى لابي اللي للاسف احنا ما كناش عايشينها. فيديو شويه طويل خاوتي ما نقدرش نطول فيها بزاف، ولكن حبيت نعطيكم النظره تاعي بين كي كنت عايش في الجزائر وكي عشت هنا في اوروبا، النصائح هذو ان شاء الله تستفادوا منها. نتلاقاو فيديو جديد بموضوع جديد ان شاء الله. نموت عليكم. تشاو راغاتسي.